بسم الله الرحمن الرحيم اخوتي اعزائي الطلبه، مرحبتين بكم في مبادره نون ستوب. وعندنا باذن الله ماده رياضه واحد، وهذه حتكون شنو عندي المحاضره 7 لكتشر 7 باذن الله. حنكملوا فيها باقي شنو باقي المتباينات، وهذه حتكون ثالث بارت باذن الله. كان البارت اللي قبل لو انك مثلا هذا اول فيديو تشوفه، يا ريت شنو تشوف الفيديوين اللي قبله باش تفهم هاي المتباينات من البدايه، ونلموا مع بعضنا شنو جميع الافكار باذن الله. انا عندي شنو من النوع الكسري، جاتني متباينه شنو من النوع الكسري. حنقولك انا كيف تبدا بيها، شنو بعض التيبس او بعض شنو او بعض الحاجات اللي انت ضروري تكون عارفهن. هنا خلينا نبدا مع بعضنا فيها. عندي 1 على x بلس 1 على x بلس 2 اكبر من او يساوي 1. شن اول خطوه نبدا نديرها؟ ما نقدرش طلعنا قيمه x كي بروحها، وشن البلان بالضبط او شنو الخطوه، شنو الخطه عندي. اول شيء ضروري تكون عارفه انه ضروري ما يكون الكسر يكون على الطرف الايسر، هذا اتفقنا عليه احنا من البدايه من المحاضره السادسه او شنو من المحاضره الخامسه، انه ضروري شنو متباين عدد تكون شنو على الطرف الايسر. تمام، شنو ثاني حاجه نقدر مثلا نديرها؟ شنو ثاني حاجه انا مطلوب اني نديرها؟ انك انت ضروري ما شنو تصفر عندك المتباينه. كيف نصفرها؟ اي الطرف هذا لازم ما شنو لازم ما يكون صفر. تمام، يعني بالطرف بين بكيفيه دي حيكون المفروض 1 على x بلس 1 على x زائد 2، ننقل الواحد للطرف هذا حتكون سالب 1 اكبر من او تساوي 0. تمام، هذه اول خطوه انت مطلوب منها، مطلوب منك انك انت شنو تديرها، انك انت تصفر لي متباينه من الطرف الايمن. شنو الخطوه الاخرى؟ انك انت بتوحد المقامات. هنا الشكل هذا شكل غير متناسق، ضروري بشنو بنوحد المقامات باش نخلو شنو جزئية باش يكون عندي شنو كسر واحد، باش نعرف شنو بيش كيف نتعامل معاه. تمام، اوكي، كيف ممكن مثلا نوحد المقامات؟ انا من قبل عارف في الثانوي او في الاعدادي ان توحيد المقامات يكون في ارقام عادية. كيف نوحد المقامات لما يكون عندي شنو variables او متغيرات زي شنو زي x؟ هنا الموضوع عادي جدا، توريك طريقة بسيطة كيف انك شنو توحد المقامات. تمام، ندير الخط نتاعي نتاع الكسر هنا. تمام، اول شيء انك تديره مثلا نفرض هنا واحد، تمام كاينه واحد على واحد، تمام باش نبسطها يروحي، انك انت تضرب القيمه هذه في القيمه هذه في القيمه هذه. هذه اول ستيب مطلوبه منك. تمام، انك تضرب اكس في، طبعا ما تحاولش انك شنو تلخبط المواضيع، خليها اكس مضروبه في اكس زائد 2 مضروبه في 1، حتكون بالكيفيه هذه. تمام، هذه عندي شنو؟ هذه عندي أول خطوة. أوكي، شنو الخطوة اللي بعدها؟ نبدأ بأول كسر، عندي واحد على إكس، تمام؟ نحاول إن نغطي على الإكس هذا ونشوف شنو المقام تاع الكسرين الأخرات. عندي إكس زائد واحد نضربها في واحد، تمام؟ هتكون إكس زائد 2 نضربوها في واحد، نفسها مش هتغير. وعندي واحد نضربها في واحد حتطلع شنو؟ نفسها، ما تغيرش عندي أي شيء، هذه أول جزئية، تمام؟ نجي للجزئية اللي بعدها، طبعا ناخذ الإشارة هذه، ننزلها هنا، حتكون عندي هنا موجب، تمام؟ نجي للمقام هذا، نغطي عليه، نغطي على المقام هذا، نضرب إكس في واحد، ونضرب واحد في واحد، حتفضل حتى تجد عندي شنو؟ تجد عندي إكس، أوكي؟ بعد تالي نجو للجزئية يلي بعدها، نغطوا على واحد عندي المقام هذا، ونضرب إكس زائد 2 في واحد، ونضرب إكس حتى هي شنو بضعها في واحد، ونمثلها هنا حتطلع عندي شنو. طبعا ناخذ زي ما قلت لك، ناخذ الإشارة يلي هنا ننزلوها، حتقد لي سالب إكس مضروبة في واحد تقد عندي إكس، وإكس سالب إكس زائد 2 في واحد تقد عندي إكس شنو زائد 2 مضروبة في 1 تكون بالكيفية هذه. تمام، هذه طريقة شنو توحيد المقامات، كيف نقدر شنو نوحد المقامات هنا. تمام، شنو خطوة هنا ممكن توا نديرها؟ هنا شنو نبسط على روحي المسألة، احنا نكمل علامة التباين متاعي، فبالتالي هنا نحاول نختصر أي حاجة في المقام، لو في عندي أي شيء ممكن انه يقدر يختصر. بينما كيف نعرف الشيء هذا، نحاول ان شنو
نوزع جوا الأقواس ونحاول نتخلص شنو من الأقواس. خلينا نكمل الجزئية هذه. فوق عندي x زائد 2 زائد x ناقص x. بعد نوزع ال x جوا تمام، هتكون عندي ناقص x تربيع ناقص 2 x، بالتالي x زائد x هتكون عندي 2 x. نقدر هنا شنو هنوضعها في الخطوة اللي بعدها أفضل عشان ما يكونش الحل مختصر واجد تمام، أكبر من أو يساوي شنو بالكيفية هذه هيساوي زيرو. شنو حاجة ممكن نقدر نديرها؟ هنا نجمع ال x مع بعض باش نتخلصوا من ال 2 x. هتكون عندي 2 x ناقص 2 x شنو زائد 2 ناقص x squared على x. خلينا نوزع تاني الاكس بتاع المقام موزوع جوا، حتكون اكس تربيع زائد شنو زائد 2 اكس تمام. بالكيفيه هذه عندي هنعطي علامه تبين كيف ما هي تمشي 2 اكس مع سالب 2 اكس، حيفضل عندي شنو زائد 2 ناقص اكس تربيع. هناخذ جزئيه شنو جزئيه المقام بروحها وجزئيه شنو البسط بروحها، وعندي تحت شنو x تربيع زائد 2x. او كيف ما كانت في البداية مع العامل المشترك ما فيش داعي ان حتى نضرب شنو الاقواس جوا، حتكون عندي شنو x مضروبة في x زائد 2 بالكيفية هذا. بنطلع قيم x نساوي بزيرو تساوي بزيرو. عندي هنا x حتكون بصفر، وعندي هذه حتكون x زائد 2 تساوي صفر، بالتالي x شنو حتساوي؟ حتساوي سالب 2. عندي قيمتين شنو؟ قيمتين للمقام. نجو للبسط عندي موجب 2 ناقص x تربيع يساوي صفر تمام؟ حتكون عندي هيك بالكيفية هذه. نقلنا الاثنين عكس الإشارة، قاعد عندي 2 x تربيع يساوي شنو؟ سالب 2. هناخذ جذر تربيعي، اول شيء الاشاره سالبه حتعدي حتمشي سالبه مع سالبه، حتلقى عندي جذر اكس تربيع يساوي شنو جذر 2. حطير التربيع، حيفضل عندي ان اكس يساوي موجب سالب جذر 2 تمام. هنا مش طلعت ان عندي في البسط حيساوي شنو، نقول هنا البسط حيساوي شنو، لقينا ان x مرة تساوي موجب جذر 2 مرة شنو تساوي سالب جذر 2. عندي جزئية، عندي طالع قيمة x في البسط قيمتين، عندي المقام شنو طلعلي؟ طلعلي ان x يساوي مرة بزيرو، طلعلي ان x مرة شنو يساوي سالب 2 تمام. اوكي خلينا نعاودوا على السريع. شنو قلنا نديروا في الاول؟ ان نطلع قيم اكس. كيف نطلع قيم اكس؟ نفصل البسط والمقام نفصلوهم عن بعضهم تمام. اول شيء انت بتوحد المقامات، وزي ما قلنا الشرط الاساسي ان ضروري ما شنو يكون كل شيء في اكس يكون في الطرف الايسر، وعندي هنا موجب واحد ضروري ما يكون الطرف الاخر، بحيث ان شنو نقدر نصفر اي متباينه قدامي تمام. صفرناها بعدين وحدنا المقامات وشنو وبسطناها، بسطنا البسط متاعي لأنه جاي معقد شوية، بالتالي شنو نقدر نحلله. تخلصنا من بعض القيم هنا وطلعت عندي شنو هذين المعادلتين الأساسيات متاعي اللي هي شنو عندي في ال طلع عندي معايا في المقام أو عفوا في البسط، طلع عندي شنو القيم تاع x موجب وسالب جذر 2، وعندي طلع شنو في المقام x تساوي بزيرو وx تساوي ب سالب 2 تمام. شنو مطلوب مني تو ندير طريقة متاع الجدول اللي خليناها شنو في المحاضرة اللي فاتت، لأنها اعتراش كم طلع معايا قيمة، طلع معايا أربع قيم، فبالتالي حنضطر إن ندير طريقة شنو طريقة الجدول. أوكي ندير خط العدد متاعي. أوكي حط قيم متاعي، عندي موجب 2 موجب جذر
2 بعدين عندي 0 وشن عندي بعدها عندي سالب جذر 2 تمام. حاجة أخرى نبي ننبه عليها تمام، إن بدي طلعنا في المقام طالي في المقام شنو x يساوي 0 و x يساوي شنو سالب 2. أنت تخيل إن عندك شنو، إن عندك المقام تاعك يكون يساوي 0، هنا عندي شنو حتكون كارثة رياضية كبيرة جدا تمام. يعني أنت حط في بالك إن القيم يلي يطلع لك في البسط حتكتب لي إن x لا يساوي 0 وإن x لا يساوي 2. كيف الكلام هذا؟ احنا من بداية بكي شنقلنا انك انت ضروري ما شنو تصفر المتباينة متاعك، به صفرناها. لو المقام مثلا انت عوضت ب 2 في المقام وعوضت بصفر، هنا شنو المقام حيكون لي بصفر، وهذه كارثة رياضية، حتكون عندي الحل شنو غير معرف. فبالتالي ليش حندير حنكتب ان x لا تساوي 0 وان x لا تساوي 2. انت في البداية بكي طلع القيم عادي تاع البسط والمقام عادي جدا، لكن اعرف كويس ان راهو قيم المقام مفروض انها شنو حتكون لا تساوي، وعندي هنا شنو سالب 2 ماهيش موجب، عندي موجب جذر 2 وعندي سالب جذر 2. خلينا نعاودها من البداية. عندي 0 في الوسط وعندي شنو، عندي سالب 2 وعندي سالب جذر 2 وعندي شنو موجب، موجب 2 تمام. هاي الطريقة تاع الجدول اللي احنا تعودنا عليها تمام. فزي ما قلت لك لكن راهي x لا تساوي 0 وان x لا تساوي 2 بالكيفية هذه، وما تكون عارف ان المقام راهو لو ساوي صفر حتكون كارثة رياضية كبيرة. خلينا نكمل باقي جدول عندي، نكمل باقي الحل عندي. الجدول عندي شو قلنا احنا نديره، احنا ناخذه بالقيمة ونمثله طرف ايمن وطرف ايسر بالكيفية هذه، هنا حيكون عندي كلها موجب. لو انت الطريقة هذه جديدة عليك هي تشوف شنو المحاضرة يلي فاتت، عندي موجب موجب سالب 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 وسالب سالب الكيفية هذه. قضينا جذر 2 القيم بتاع الجهة اليمنى كلها حيكون موجب، والطرف الأيسر كلها قلنا شنو سالب. ناخذ القيمة اللي بعدها اللي هي 0 حتكون القيم اللي في الجهة اليمنى كلها موجب، والجهة السالبة كلها شنو كلها سالب بالكيفية هذه. نجو السالب جذر 2، عندي القيم من الجهة اليمنى كلها موجبة بالنسبة للسالب جذر 2 كلها موجب، والطرف الايسر كله شنو حيكون سالب. جو جذر 2 نفس الكيفيه حتى هو، انا كله موجب وانا شنو كلهم سالب تمام. تو بنديره جبري، حل جبري عادي جدا، موجب مع موجب مع موجب مع موجب حيطلع عندي شنو موجب، موجب مع موجب موجب مع موجب موجب مع سالب حيكون شنو سالب الكيفيه هذه تمام. موجب مع موجب حيكون موجب، موجب مع سالب حيكون سالب، سالب مع سالب حيكون شنو موجب، موجب مع سالب سالب، سالب مع سالب موجب، موجب مع سالب حيكون شنو عندي سالب، سالب مع سالب موجب، موجب مع سالب سالب، سالب مع سالب حيكون شنو موجب تمام. باي حد يقول لي نت وش استفدت منها، لان x لا يساوي 0 وان x لا يساوي شنو لا يساوي 2 لا يساوي 2، معناتها وكي شنو استفدت من الطريقة هذه. تو حبانية الكيفية هذه قال لي إن شنو القيمة هذه أكبر من أو تساوي قلنا صفر، بعد ما صفرناها بعد تأخذها عكس الإشارة إحنا بنقارنوها مع الزيرو، فبالتالي حناخذ شنو القيم الموجبة، بس حناخذ الطرف هذا وحناخذ الطرف هذا وحناخذ شنو الطرف هذا، فبالتالي من سالب 2 هنا طبعا لا تساوي سالب 2، هنا لخبط بس هذه حتكون لي شنو، هذه حتكون لا تساوي سالب 2. هلينا شنو القيم بتاعة المقام عندي بعد ما نحل، حتطلع لي قيمة ان x تساوي 0 وان مرة x شنو
تساوي سالب نص بالكيفية هذه، بس أنا عارف إن هو مقام، وبالتالي المقام مفروض إن هو ما يساوي ليش صفر، فهنثبت هنقول إن شنو لا يساوي صفر ولا يساوي شنو سالب اثنين، فبالتالي خليني أكتبه إن x تنتمي إلى شنو أو شيء القيمة هذه عندي من سالب ما نهاية إلى سالب اثنين. تو هكي تمام، إحنا وصلنا النقطة اللي نبوها. هنا عندي مفروض إن شنو يكون، مفروض إن هو يكون إن القوس يكون مقفل مفروض، تمام؟ لكن قال لي إن شنو x لا تساوي سالب اثنين. لو أصلاً ساوت سالب اثنين راح هيكون عندي شنو خطأ رياضي كبير جدا، فبالتالي هنا حنديروه مفتوح. وهذه بس الفكرة الوحيدة شنو من إن x لا تساوي سالب اثنين، يعني الهرجة هذه كلها الموضوع إن x لا تساوي اثنين أو أي قيمة عندي هنا للx في المقام لا تساوي كل قيم كل المفروضون لا تساوي جميع القيم الموجودة في المقام، أما نوجدوهن نقول هنا لا يساوون x عشان الجزئية هذه، عشان نحطوا شنو القوس متاحن مفتوح وروا هنا لا ينتمن شنو للفترة هذه، تمام؟ عندي الجزئية هذه حتكون من نديروا علامة شنو الاتحاد، هنكمل باقي الحل هنا، اوكي، من سالب جذر اثنين الى صفر. بينات وش ندير الاقواس؟ عندي سالب جذر اثنين هذا من البسط عالي جدا، وش نطلب مني ان هو يساوي، حنديرها مغلق. لكن عندي صفر هنا قال لي المفروض ان هي ما تكونش ما تنتمش الى اكس، فبالتالي حنديرها شنو؟ حنديرها مفتوح. نفس الشيء هنا نديروا علامة الاتحاد، نكمل باقي الطرف الآخر اللي هو شنو؟ اللي هو حيكون مغلق سالب اثنين إلى شنو؟ إلى ما لا نهاية، تمام؟ عندي هذا الحل متاعي، بس المكان ما سدش كويس مش إنه يكون منظم، هنكتب هنا فوق يعني x تنتمي إلى سالب ما نهاية إلى سالب اثنين اتحاد، تكون مغلقة عندي سالب جذر اثنين إلى صفر مع اتحاد باقي، هذه حتكون مفتوحة. ليش قلنا مفتوحة؟ لأنها لا تساوي أي قيمة عندي للإكس في المقام، أنا حنقول إن هي شنو مفتوحة اتحاد مع شنو مع جذر اثنين إلى ما لا نهاية، حنقولها طبعا ما نهاية حتكون مفتوحة. هذا عندي شنو الحل الأخير للمسألة متاعي، تمام؟ خلينا نعود وسريع، مسألة طويلة، الفكرة ما هي انك ليش تدير انك انت اول شيء ضروري متخيل الاكس في الطرف الايسر، ثاني شيء انك انت ضروري ما شنو ضروري ما تصفر المعادلة. كيف نصفر المعادلة؟ انا اخلي الطرف شنو الطرف الايمن كله يساوي صفر، تمام؟ بعد تالي نوحد المقامات، نوحدهم، ورينا كيف طريقه من وحده مثلا المقامات لما يكون في شنو متغيرات زي اكس، انت متعود على شنو على توحيد المقام العادي، اوكي. شن قلنا نديره بعدها؟ هنا نفصل المقام بروحه والبسط بروحه، وأول شيء مثلا نتخلص من الأقواس عندي بشنو مبسط على روحي، بش نطلع قيم x للمقام بروحه للمقام بروحه، وللبسط شنو هيكون بروحه. وزي ما قلنا إن أي حاجة أي قيمة x في المقام نقول إن هي لا تساوي x، وبالتالي ليش؟ لأن لو ساوت x راهي هتساوي 0 هتساوي 0، وأن الصفر راهو هيسبب كارثة رياضية كبير، وبالتالي نكتب ان x لا تساوي صفر وان x لا تساوي شنو سالب اثنين. عندي هنمثلوها في جدول عادي جدا، جدول وضحناه كيف طريقته، واي قيمه عندي شنو من المقام اللي طلعناها زي الصفر هنديرها شنو القوس مفتوح زي سالب اثنين، قلنا ان القوس تاعها مفتوح وان الزيرو القوس تاعها مفتوح. هذه بس الفكره من التي لا تحقق. وتو خلينا نخش شنو على المثال رقم 11. عندي في الجزئية رقم 11 نفس المثال اللي قبله بالضبط، عبارة عن شنو؟ عبارة عن متباينة من الجزئية الكسرية. خلينا نبدأ فيها. شن قلنا أول حاجة إن x ضروري يكون كله شنو في الطرف الأيسر، هذه تمام قاعدة، وإن شنو ضروري ما نصفر المعادلة متاعي، تمام؟ خلينا نصفر المعادلة. كيف نصفروها؟ إن نقلب 5 على 2 للطرف الآخر، حتكون بكيفية هذه، يكون x زائد 1 على x سالب 1 زائد x
ناقص واحد على x زائد واحد نقله 5 على 2 للطرف الآخر بالسالب طبعا يكون يساوي 0. هذه أول حاجة ضروري ما شنو ضروري ما نديروها. شنو الخطوة اللي بعدها؟ إن نوحد المقامات. قلنا كيف نوحدون المقامات؟ إن نضرب جميع المقامات في بعضها وندير مقام جديد. أوكي. دي المقام تاعي نضرب القيم في بعضها هتكون عندي x ناقص واحد في x زائد واحد في شنو؟ في مضروبة في اثنين خلو اثنين برا كل شيء شكل شنو؟ شكل متناسق. شن الخطوة اللي بعدها؟ كيف مثلا نقدر ندير البسط؟ نجو الأول أول كسر عندي نغطي على المقام نضرب مقام الكسر الثاني في بسط الأول وعندي نضرب شنو؟ نضرب المقام تاع الكسر الثالث نضرب شنو في البسط تاع الأول. هنا عندي x زائد واحد هنضرب هنا وعندي الاثنين تنضرب شنو؟ تنضرب هنا بالكيفية هذه. يعني شنو نديرنا هنا بالضبط؟ هتكون عندي اثنين مضروبة في x زائد واحد في x زائد واحد تمام؟ ضربنا x زائد واحد هنا وضربنا الاثنين شنو؟ هنا ونراعي شنو؟ الإشارة يلي عندي نزلها كيف ما هي هنا كلها شنو حتكون موجبة. نجوك الجزية الثانية نغطوا على المقام هذا هنضرب المقام بتاع الكسر الأول والمقام بتاع الكسر الثالث نضربوه شنو؟ في البسط بتاع الكسر الثاني. فحتكون حيكون عندي الناتج حيكون عندي زائد 2 في x ناقص 1 مضروب في شنو؟ في x ناقص 1 بالكيفية هذه. نجو بعد تالي الآخر كسر عندي حيكون عندي الإشارة سالبة نطوم الأول تمام. أي شيء بعدها حيكون شنو؟ حيكون بالإشارة السالبة. نغطو على المقام هنضربه شنو؟ هنضربه هذا في 5 نضربه شنو؟ المقام متاع الكسر الثاني والكسر الأول نضربوه في شنو؟ في البسط متاع الأول. بالتالي حتكون عندي 5 في x زائد 1 وشنو؟ x ناقص 1 تمام؟ عندي بالكيفية هذه هذا كسر اللي طلعت به من بعد توحيد المقامات. تونا شنو مطلوب مني ندير؟ هنا شنو؟ نتخلص من الأقواس. خلينا نتخلص هو شنو نديره ونكمل باقي الحل متاعنا وشنو نديره ونحاوله نحطه هذا في أبسط صورة. عندي البسط طويل جدا نحاول أن نحطه شنو في أبسط صورة تمام. شنو ممكن نديره عشان نديره خط متاع الكسر متاعي بالكيفية هذه. عندي شنو؟ عندي الأقواس هنا متشابهات فبالتالي شنو نديره نحطه 2 x زائد 1 الكل تربيع تمام؟ أوكي. وعندي شنو؟ وعندي حتى الأقواسين هنا متشابهات بالتالي حنديره شنو؟ 2 مضروبة في x ناقص 1 الكل تربيع بالكيفية هذه. بعدين شنو عندي؟ عندي ناقص 5 مضروبة في x plus 1 مضروب في x ناقص 1 هذه حتكون هيك في حتكون ناقص 5 في x تربيع ناقص 1 بالكيفية هذه. وعندي المقام تاعي زي ما هو حطوه تمام بالكيفية هذه. تو شنو نديرو؟ نحاول ان نفك الاقواس هذين نفك التربيع. حنوريكم كيف نفك التربيع او القاعدة الناس مثلا للطلبة ناسيها. عندي a plus b الكل تربيع يساوي a تربيع زائد 2ab زائد شنو b تربيع. خلينا نحاول شنو نفك القوس الأول. حتكون عندي 2 مضروبة في x تربيع زائد 2x زائد شنو زائد 1 هذه أول جزئية. عندي جزئية اللي بعدها القوس الآخر نفس الكيفية. عندي 2 مضروبة في كم؟ مضروبة في x تربيع مضروبة في x تربيع بين 2 في x في سالب 1 تكون عندي سالب 2x وعندي شنو في الأخير ربع سالب واحد يطلع عندي شنو موجب واحد. وعندي هنا موش طوص هذا فبالتالي حنسيبه زي ما هو
اكس تربيع ناقص واحد، تمام، ونحط المقام بتاعي زي ما هو، تكون اثنين اكس ناقص واحد مضروبة في اكس بلس وان. شو ممكن نديره توا؟ نحاول اني شنو؟ نحاول اني نوزع شنو القيم تاعي في الاقواس، مش نبسط على روحي. عملية شنو؟ عملية الالغاء. حتكون عندي اثنين اكس تربيع مضروبة في اربعة اكس مضروبة شنو؟ في زائد واحد. عندي هذه اول جزئية، زائد شنو؟ زائد اثنين اكس تربيع ناقص اثنين اكس، او تكون اربعة ناقص اربعة اكس، زائد كم؟ زائد اثنين. هذه اول، هذا ثاني، عندي قوس تخلصت منه او تفكيت منه، يكون عندي ناقص خمسة اكس، نوزع بس خمسة جوا، تربيع ناقص خمسة اكبر من او يساوي صفر، ونرد عندي شنو؟ نفس المقام. تمام. شو ممكن تعمل؟ ندير نحاول اني نبسط العملية، نبسط عندي شنو؟ نبسط يعني فوق، عندي بلس 4x تمشي مع سالب 4x، وعندي هنا شنو؟ عندي موجب x تربيع زائد 2x تربيع، تجد عندي 4x تربيع ناقص 5x تربيع، تجد عندي شنو؟ سالب x تربيع. تمام. هذه اول قيمة، تخلصنا من كل الاشياء اللي فيها x تربيع. تمام. ما عنديش اي قيمة فيها x، فبالتالي عندي 2 زائد 2 حتكون عندي شنو؟ حتكون عندي 4. ونسيت هنا حاجة، غلطت في حاجة، ان سالب 5 قاعد يتوزع جوه هنا مع السالب، اعتقد عندي هذه موجب 5، مش حتكون شنو؟ سالب 5. فبالتالي شنو عندي هنا؟ عندي سالب x تربيع زائد 2 زائد 2 زائد 5، اللي هي حتكون كم؟ حتكون زائد 9. زائد 9 على كم؟ على نفس الكسر متاعي، اللي هو 2 في x ناقص 1 x plus 1 أكبر من أو يساوي 0. تمام؟ عندي شندرت في البداية، حطيت الاكس في القيمة اللي صار، هذا صفرنا المعادلة، وحدنا المقامات، بعدين بدينا نفك في الأقواس بحيث اني شنو؟ نجد قيمة اكس في البسط وفي المقام. هنا تو شندرت، لقيت أبسط صورة لل هذا الحل بعد التبسيط متاعي وبعد توحيد المقامات. تو بعضنا شو بنديرو؟ بنوجدوا القيم اللي موجودات في المقام، موجودات في البسط. عندي ناقص اكس تربيع زائد 9 نسويه بالزيرو، شو نديره بعدها؟ حتكون ناقص اكس تربيع ننقلوها الطرف الاخر، حتكون سالب 9. تمام. حتمشي السالب مع السالب، تجد عندي اكس تربيع تساوي 9. شو ممكن نقدر نديره؟ ناخذ الجذر التربيع للطرفين، حتكون عندي اكس تساوي شنو؟ موجب سالب 3. هنا عندي شنو هنا في المقام، او سوري في البسط، عندي الاكس تساوي 3 واكس تساوي سالب 3. تمام. وعندي في المقام متاعي عندي x ناقص 0 يساوي 1، بتنقل الطرف الاخر حتلاقي حيجد x، x يساوي شنو؟ حيكون يساوي 1. وعندي الطرف هذا x نفس الطريقة، تساويه بالزيرو وتنقل الواحد عكس الإشارة، حتلاقي عندي x تكون سالب 1. تمام. هذه متاع البسط، هذه للمقام. اوكي. شن ممكن ندير توا؟ توا ندير الجدول متاعي ونحط القيم. هذا الخط الاعداد، حط القيم متاعي. عندي هنا 3، وعندي شنو؟ عندي 1، وعندي شنو؟ وعندي سالب 1، وعندي سالب 3. نديرنا سالب 1 ونديرنا شنو؟ سالب 3. شنو الخطوة يلي بعدها؟ ندير الخطوط متاعي، ندير الخطوط متاعي من كل وحدة، نفرض زي ما قلنا الاتجاهات، يعني يكون كلها موجب، موجب سالب 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 سالب،
اللي بعده حيكون موجب 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 سالب 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 سالب، حيكون القيمة اللي بعدها كلها الطرف بتاعها موجب 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 سالب 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 سالب، والجزيرة الأخيرة حتكون كلها موجب 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 سالب سالب. هذا نديرو شنو؟ عملية جبرية عادية. هيطلع لي هنا كل هنا يطلع لي موجب، هنا يطلع لي سالب، هنا يطلع لي موجب، هنا يطلع لي سالب، وهنا شنو يطلع لي؟ يطلع موجب. تمام؟ بالكيفية هذه. شنو الخطوة اللي بعدها؟ إنها شنو؟ لمن يوجد الفترة صحيحة، قال إن هي أكبر من صفر، أنت بعد تاخذ الكسر بتاعك للجزئية هذه، حتطلع أن الكسر هذا كله أكبر من صفر، أي معناها شنو نبو إحنا؟ نبو الجهة الموجبة، يعني ناخذ الموجبة فقط، أي الفترة هذه والفترة هذه والفترة هذه، ناخذ الجزئية هذه والجزئية اللي في الوسط والجزئية هذه، خلينا نمثلوها كفترة. حتكون x تنتمي الى شنو؟ طبعا زي ما قلنا قيم المقام كلهم حندرون شنو؟ مفتوحات، اي x المفروض ان هي لا تساوي واحد، وان x لا تساوي سالب واحد. احنا في البدايه هيك نبسط ارواحنا بس نوجد القيم وقانون يساوي، بس بعد مثلا هنخط شنو؟ مثلا في الفترات حنقول ان هنا لا تساوي واحد، وان لا تساوي شنو؟ سالب واحد. فبالتالي عندي من ما لا نهايه، من ما نهاية إلى سالب ثلاثة مغلقة. ليش مغلقة؟ لأنها تساوي عادية، وعندنا نمد عندي التباين بتاعي، علامة التباين بتاعي فيها علامة الإيكوال أو يساوي، بالتالي حتكون عندي مغلقة. نجو للي بعدها، حتكون نديرو اتحاد، لأن الفترة دي ما نبغاش، نديرو اتحاد. حتكون من سالب واحد إلى واحد، حتكون من سالب واحد، سالب واحد نديروها مفتوحة مغلقة، نديروها شنو؟ مفتوحة، لأنها قال لي لا تساوي x، وبالتالي حنديروها مفتوحة. وعندي حتى الواحد عندي حتى ما نبغاش، بالتالي هذين حيكون مفتوحات بالكيفية هذه، وبعضها حيكون اتحاد. اتحاد شنو؟ القيمة اللي بعدها أو الفترة اللي بعدها حتكون هي شنو؟ موجب ثلاثة، موجب ثلاثة مغلقة ومفتوحة، نديروها شنو؟ نديروها مغلقة إلى كم؟ إلى ما لا نهاية. تمام؟ عندي هذا آخر مثال في جزئية متاع المتبينات الكسرية، مثال طويل شوية بس هذه الفكرة الوحيدة ممكن شنو تجيك صابر. تمام؟ توقعين جول الجزئية الأخرى، آخر جزئية، آخر رقم 12، اللي هي شنو؟ يكون عندي حد مطلق من الطرفين. خلينا نشوفوها مع بعضنا. عندنا بعضنا في آخر جزئية بإذن الله لما يكون عندي شنو؟ يكون عندي حد مطلق من الطرفين، كيف نتصرف بالضبط وكيف ندير؟ هذه خاصية من خواص شنو؟ من خواص الحد المطلق، حنأخذها بإذن الله في المحاضرة الجاية. لما يكون عندي مثلا حد مطلق يساوي حد مطلق، كيف نوجد القيم؟ إننا شنو؟ نربع الطرفين، هذه بإذن الله حنوضحها أكثر شنو في المحاضرة الجاية. لكن لما يجيك أي متباينة بالكيفية هذه، إن عندي من عندي حد مطلق في الطرف الأيسر وحد مطلق في الطرف الأيمن، ايش ندير؟ نربع الطرفين، يعني حيكون عندي شنو؟ x زائد 2 تربيع حيكون اصغر من x تربيع شنو؟ ناقص 5 الكل تربيع. هذه الكيفيه الوحيده انك تقدر تحل بها الطريقه هذه او المتباينه هذه. او الخطوه بعد ايش ممكن ندير؟ خلينا ناخذ x حتى هو في الطرف الايسر، قلنا ضروري جميع الاكسات يكون وين؟ في الطرف الايسر، فبالتالي يكون عندي x زائد 2 الكل تربيع ناقص x ناقص 5 الكل تربيع أصغر من أو يساوي صفر. بعد ما نفك الأقواس حتكون عندي شنو؟ x تربيع زائد 2 في x في 2 حتكون عندي 4 x زائد 2 تربيع هي كم؟ 4. هذه عندي أول جزئية. الجزئية الأخرى هنا نحط علامة سالب كيف ما هي، ونفك القوس يكون عندي شنو؟ x تربيع 2 في x في سالب 5 حيكون عندي سالب 10 x، وطبعا ربع سالب 5 حيكون عندي شنو؟ موجب 25. بالكيفية هذه حيكون أصغر من 10. تمام؟ من 0 0 سوري من 0. تمام؟ خلينا نوزع شنو؟ نوزع السالب جوا، خلينا نوزعوه فوق، حيكون عندي نعاود نفس الموضوع، عندي x تربيع زائد 4 x زائد 4 ناقص x تربيع، نوزع السالب جوا ناقص x تربيع موجب 10x شنو؟ سالب 5x.
25 حيكون شنو؟ أصغر من 0. تمام؟ تو خلينا نتخلصوا من بعض الأشياء. هنتخلصوا من موجب إكس تربيع مع سالب إكس تربيع، وناخذوا شنو؟ الأشياء المتشابهة عندي أنا. هتكون عندي موجب 4x زائد 10x، هتكون عندي شنو؟ زائد 14x، وعندي شنو؟ موجب 4 مع سالب 25، هتكون عندي شنو؟ سالب 21 بالكيفية هذه. ردينا شنو؟ ردينا الأول مثال خذيناه في المتباينات. هنا شنو؟ ننقل ال 21 للطرف الآخر، هتكون عندي زائد 14x أصغر من، هتكون أصغر من 21. نتخلص من 14، هتكون عندي x أصغر من 21 على 14، يلي هي شنو؟ هتكون 3 على 2، فبالتالي عندي x هتكون أصغر من 3 على 2، أي بمعنى شنو؟ إن x تنتمي إلى من سالبنا نهاية إلى كم؟ إلى 3 على 2. شوفوها شنو؟ هل هي مثلا عندي المتباينة متاعي مفتوحة أو مغلقة؟ هتكون عندي شنو؟ مفتوحة، فبالتالي حنطلع بالكيفية هذه اللي تشوف فيها قدامك. بإذن الله معنا هذه حتكون، هذا حيكون آخر مثال عندنا في المتباينات. إن شاء الله كان بس الموضوع سهل. عندي خذينا 12 مثال بإذن الله غطينا فيه شنو جميع الأفكار اللي طالب ممكن يواجهن في الأسئلة متاعة. إن شاء الله كان الموضوع بسيط وما فيش أي سهولة، وياريت لو عندك مثلا أي سؤال عن المتباينات ياريت شنو تعقبرية في التعليقات. بإذن الله مش هنقصر مع حد. كان معاكم الطالب أحمد زكريا شويدي، دمتم في أمان الله ورعايته. تحياتي.